صباح الخير. النهاردة أنا هعمل فيديو سريع ردا على تعليقات جات من الأستاذ فؤاد بركات فؤاد، أو هو بيقول هو الموسيقار الفريدي بعمه. هو بيقول لي رد، قال إنه هو سني. ماشي أوكي، هو يعني هذا ما قيل إنه هو يعني أصبح سني أو كده، لكن مش دي المشكلة. المشكلة إنه هو كان بيمارس ضد الطائفية. وريت العودة للفيديوهات القديمة بتاعتي، يعني أي واحد بيكتب تعليق إن هو يرجع، لأن أنا مش هعيد كل مرة كلام اللي أنا قلته. أنا اتكلمت عن علاقة فريد بعبد الناصر، وإن عبد الناصر كان بيحبه، إنما هذا الحب لم يكن واضح للجميع، فكان في بعض من الضباط الأحرار لما اللي مسكوا صحف في الصحافة ومسكوا في الإعلام وكده، كانوا بيتخيلوا إنه هو بيفضل عبد الحليم أكتر. وحتى قبل عبد الحليم كان في مشكلة إنه هو درزي ولا مسيحي ولا إيه. وزي ما أنا قلت في فيديوهات قبل كده، إن مش فقط فريد، لا، صباح كان في طائفية ضدها، ليلى مراد كثير، وكلمت، واللي يسمع الفيديو كله هيشوف إن أنا بتكلم عن مشكلة كانت واضحة للي قرأ وللي شاف واللي يعني عاش وشاف التغيرات اللي حصلت من بعد. يعني أنا لم أعاصر 52، إنما ممكن بملاحظة الواقع تقدر تعرف ما حدث في الماضي، وده الأسلوب العلمي، إن أنت بتنظر لحالة وبعدين تقدر تفهم إيه اللي أدى ليها وإيه اللي كان الأسباب، ومن هنا تقدر تشخص المشكلة. كان في طائفية ضد اليونانيين، ضد أو تعصب ديني ضد اليونانيين، ضد الأرمن، ضد طبعا مشكلة اليهود بسبب إسرائيل وغيرهم يعني. لكن هو كان في مشاكل، وفريد مورز ضده طائفية أكتر من ما هي شيء تاني. وإن لا، مش إن حصل انقسام، إن الإعلام لما شاف إن عبد الناصر بيحب فريد فجم لصالح الفنانين التانيين. هذا كلام يعني أنا مش شايف إن هو كلام صحيح ولا يدخل العقل. يعني أنا بس يعني أنا مع الأسف أنا مش برد، لكن هذا الرد ممكن بعض الناس يعني تقوله. لكن هو فريد، عبد الناصر نعم كان يحب فريد ويفضل فريد أكثر، إنما مرة أخرى ولم يكن هذا حب عبد الناصر لدرجة إن عبد الحليم نادية لطفي هي اللي قالت له إن لا، ده عبد الناصر بيفضل فريد عنك، حتى هو استغرب. فنبقى نكمل الموضوع، وياريت نرجع للفيديوهات السابقة، وياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا لأن في تسلسل للموضوع. وياريت الفيديو تتفرجوا عليه من أوله لآخره، مش كلمتين وتقفلوا، مش ثانية، مش ثانيتين، لا. هو أنا بحاول أن دايما أخليه 4 دقايق 3 دقايق، فياريت تتفرجوا عليه كله. شكراً.